جاءت في وقتها، لأن ما حصل بعد هي بعد هبوب رياح الحرية والديمقراطية على منطقتنا ابتداء من تونس ثم ليبيا ومصر وتونس ومصر وسوريا والبحرين واليمن والمغرب، فما الرياح المعاكسة التي هبت على الساحل والصحراء تفرض على أن تتجه نحو بناء وحدة المغرب العربي. فبناء وحدة المغرب العربي هي الجواب ذلك على هذه التطورات التي جعلنا نستطيع بناء وحدة تضمن ترسيخ الديمقراطية في مجتمعاتنا، ترسيخ العدالة الاجتماعية، تضمن الكرامة لمواطنينا غدا، وتحمينا من أي أخطار خارجية في هذه المنطقة.